يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها؟ ميت في أرضكم، بقي الثلاثة لا يزار مقامها. ماذا أجاب الشاعر؟ ما غسلوه ولا لفوا في كفنه يوم الطفوف، وما مدوا عليه رداء عاري تجول علي الخيل عادية. كل ميت إذا تصير زلزالة وناس تفصل أجفانه وناس تجيب، لكن أبو السجاد يدوس الشمر بن عالة. ويلي 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 نايم اخويا شلون نومه، نايم اخويا شلون نومه، وحر الشمس غير رسومه، مذبوح مسلب هدوم، قالي تني من يين جتني كربلا، مني لا عباس غالي ولا عزيين يضربوا. ويلي عليك يا زينب يضربوني من ابجي وتدمع العين، وانا دموعي بصدري تكسر، ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وعلى ظالمي آل محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة،
وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد. مسألة فقهية قبل أن نتحدث عن هذه الآية. إذا كان المكلف في صلاة واجبة ونسي أن يقنت، الناس يختلف عن المتعمد، دائما أحكام الناس تختلف عن المتعمد. أحيانا الشارع المقدس يعذر الناس ولكن ليس مطلق النسيان. أحياناً الإنسان المكلف ينسى بعض الأحكام الشرعية ولكنه لا يبالي. إلى ماذا؟ لا يبالي بالسؤال عن هذه المسائل، لأنه ثبت كما نقرأ في الرسالات العملية للفقهاء أنه يجب على كل مكلف ماذا؟ أن يتعلم المسائل الابتلائية كمسائل الطهارة وكمسائل مثلا التي تتعلق بالصلاة. فيأتي إنسان مثلا ناسي في بعض الأركان الواجبة فيقول إليه الشارع بأنك لست معذور، لأنه من قبل قد ثبت أنه يجب واجب شرعها على كل مكلف ومكلفة أن يتعلموا المسائل الابتلائية. هذه كمقدمة. المسألة تقول لو كان المكلف في صلاة واجبة فنسي أن يقنط، القنوت مستحب وليس بواجب، ولكن كما تعلمون أنه في الروايات الشريفة لو صلى العبد من دون القنوت وكأن الله يضرب بهذه الصلاة في وجه العبد. لما؟ للقنوت من أهمية بالغة وآثار عظيمة في الصلاة. على كل، فلو نسي المكلف أن يقنط وليس متعمد فوصل إلى حد الركوع، يعني في أثناء الركوع تذكر بأنه ماذا؟ نسى القنوت، نسى أن يقنت. هنا الفقهاء يقولون يستطيع أن يرفع، بعد أن يرفع رأسه من الركوع قبل أن يسجد، أن يأتي بقنوت بنية القضاء المستحب ليس بنية القضاء الواجب، لأن القنوت مستحب وليس بواجب. يأتي بنية القضاء المستحب يقنط، يجيب قنوت قصير، ها بعد لا يطول في القنوت كثيرا، وبعد ذلك يهوي إلى السجود. هاي في أي صورة؟ في صورة إذا تذكر القنوت، نسى القنوت في حالة الركوع. إنزين، لو أنه في حالة السجود سجد، في أثناء السجود تذكر بأنه نسى أن يقنط، هنا الفقهاء يقولون يستطيع بعد أن يتشهد الشهادتين وهو جالس، ها بعد الشهادتين جالس جلسة العبد الذليل مثنيا ركبته، أن يأتي بقنوت قصير هكذا بنية القضاء المستحب. انزل، لو إنسان متعمد قال أنا الليلة ما أريد أقنط في الصلاة، لا أريد أن أقنط كيفي، ولكن من وصل إلى الركوع صاده الندم، قال حسافة أصلي صلاة من دون قنوت، فماذا يفعل؟ فيأتي مثلا بالقنوت، هل يصح؟ لا يصح أن يأتي بالقنوت في حالة التعمد. لماذا؟ لأن كما دلت الروايات أنه فقط في حال النسيان، لو جاء بالقنوت في حالة التعمد متعمد ما جاء بس بعدين تدارك الأمر ندم راجع قراره، هنا يقول الفقهاء لا يصح منه ذلك. وإذا جاء بهذا القنوت عبارة سوى جاب ببدعة، وكل بدعة يقول الإمام الصادق كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه المسألة الأولى إن شاء الله إذا اتضحت. طيب، وفاكم ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثانية. ثالثة. هذه الآية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة قد منح عطايا ومنح كثيرة لنبيه يحيى على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. أول أمر أخذ الكتاب بالقوة، وليست هنا المقصود من القوة هي القوة المادية، وإنما هي القوة المعنوية، بمعنى أداء الرسائل السماوية التي جاءت من قبل الله تعالى، بأي أن ينفذ ما جاء في تلك الرسائل السماوية. لأنه كل نبي لديه ماذا؟ تكليف، ولديه وظيفة. شنو؟ وظيفة شرعية أن يؤديها. وهذه القوة الله سبحانه وتعالى تمنن على عبده نبي الله يحيى، لأنه لا يستطيع أي مصلح أو أي إنسان أن يأتي بحركة تغيير في مجتمع ما إلا بقوة غيبية، بقوة إلهية. لذلك ماذا نقرأ في القرآن؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. يعني إلهي، الأسباب أخذنا بها من تجيش الجيش ومن أخذ العتاد ومثلا التسليح وهكذا، اللي علينا سوينا، أخذنا بالأسباب، ولكن يبقى المدد الأقوى، وهو ماذا؟ هو المدد الغيبي، وثبت أقدامنا. ليش إخواني؟ على أساس لا تصير السالفة مثل ما صارت في حياة أئمتنا عليهم السلام. البعض منهم كان مع الإمام الحسن عليه السلام بالصباح، أو كان بالليل مع فلان وعلان، فيحتاج الإنسان في هذه المواقف التي هي مزال للأقدام بالثبات على الموقف. لذلك عندما نقرأ في القرآن عن قضية بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هناك قسم كبير من المسلمون بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ضمنهم عبد الله بن أبي. ولكن هنا العبرة، في الأخير. هل الجميع ثبتوا على تلك البيعة إلى آخر أعمارهم؟ لا، فهناك من انحرف عن الجادة وظل ضلالا مبينا. فإذا، وبعد ذلك يقول الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة. احنا كم نبي عندنا؟ عندنا 124,000 نبي، وكل نبي الله سبحانه وتعالى كلفه بمهام، بتكليف، ولكن الله يقول بأنه قد أعطى فضيلة إلى يحيى لم يعطها إلى غيره، ولربما كان لعيسى. الأنبياء عادة كانوا يتسلمون النبوة في سن 40، ولكن هذه القاعدة استثني منها نبي الله يحيى وعيسى. أما يحيى فآتاه الله الحكمة في حال الصبا، كان صغير السن. لذلك إذا احنا قلنا شنو الفضيلة التي تميز بها يحيى عن سائر الأنبياء ما عدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحالة، أنه كل الأنبياء تسلموا الحكم، 124,000 نبي تسلموا الحكم، ولكن هل في هذا التسليم فضيلة؟ لا. ولكن عندما يقول الله وآتيناه الحكم صبيا، فماذا؟ ففيه فضيلة إلى من؟ إلى يحيى عليه السلام. بعد: وحنانا من لدنا. شنو هذا الحنان؟ وإلى متى يبلغ هذا الحنان؟ وما سعة هذا الحنان الذي تحنن الله على نبيه يحيى؟ يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول: بلغ حنان الله إلى يحيى أنه إذا كان ينادي يا رب كان يقول إليه الله ماذا؟ لبيك يحيى. ولذلك العلامة الدربندي والعلامة المجلسي يقولون:
وبلغ حنان الله إلى الحسين أنه في يوم العاشر من المحرم أنه عندما وقف الحسين وحيدا لا ناصر له ولا معين فأخذ يستغيث ولا مغيث له فقال الله لبيك حبيبي حسين وسعديك أنا ناصرك ومعينك. لذلك انظروا الله يقول إلى يحيى لبيك يا يحيى، ولكن ماذا يقول إلى الحسين؟ لبيك حبيبي حسين وسعديك أنا ناصرك ومعينك. فإذا هذا حنان من الله إلى من؟ إلى يحيى عليه السلام. بعد وحنانا من لدنا وزكاة. الآن هنا اختلف المفسرون في هذه الكلمة، قالوا مثلا من معاني الزكاة في هذه الآية السمعة الطيبة التي حصل عليها يحيى بين أقرانه وبين الرهبان وعند الملك، حيث أن الملك كان يستشيره في أمور كثيرة وكان يستنصحه يأخذ النصح منه. فلذلك المراد هنا من بعض التفاسير الزكاة السمعة الطيبة. بعد وقيل أيضا معنى من معاني الزكاة أي ماذا؟ الطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. إذن وبعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وحنانا من لدنا وزكاة، هذه الأربع النعم ماذا أنتجت إلى يحيى عليه السلام؟ وكان تقيا، يعني بعد أن أعطاه الله أخذ الكتاب بالقوة وإتيانه الحكم في الصبا وحنانا من الله الحنان اللدني وزكاة أي الطهارة أو السمعة الطيبة، بعد ذلك يقول الله النتيجة وكان تقيا. تدرون يحيى إخواني كان يمتلك حالة من التقوى. شنو معنى التقوى؟ كلمة التقوى جاءت من الوقاية، أن يتقي المؤمن المخاطر. لذلك رسول الله الحبيب المصطفى محمد يقول يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمر الغمر. إخواني هذه الحالة مطلوب من كل إنسان أن يمتلكها، حالة التقوى. اليوم أنا من أجلس في مجلس في مأتم في حسينية أشوف نفسي بيني وبين الله، أقيم نفسي، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لمن مثلا الإنسان يصدر منه خطأ يحب أن يخرج هذا الذنب من الداخل ويلقيه على الخارج، هذا بطبع الإنسان، ولكن الإنسان بنفسه أعلم، لابد أن يعلم حقيقة نفسه. لذلك رسول الله يحذرنا من هذه النفس، وأن زمان يأتي على أمتي أنه يكون القابض على دينه كالقابض على جمر الغضب، يعني إلى درجة أنه يصل الإنسان في هذا الزمان أنه ينحرف عن الجادة. وهذا ما يبينه رسول الله في رواية أخرى عن الإمام الباقر، يأتي زمان على أمتي يتساوون الناس ما بينهم، يعني المؤمن وغير المؤمن يتساوون ما بينهم في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد يقول الإمام الباقر في هذا الزمان احذروا من هذا الزمان، ويقبلون على الصلاة والصيام، تشوفهم يصلون تشوفهم يصومون ولكن بما لا تكلمهم في نفس ولا مال. يعني شنو؟ يشوفون بأن الصلاة والصيام لا تضر بمصالحهم وأهوائهم فيقبلون عليها، ولو علموا بأن الصلاة والصيام تضر بمصالحهم وأهوائهم لتركوا الصلاة والصيام. لذلك اليوم هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باتت معطلة، وهذا ما حذرنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. يقول يأتي زمان يموت فيه أهل الحق
إذن ما هي علامات ذلك الزمان سيدي ومولاي؟ فإذا رأيت الشراب يباع جهارا وليس له مانع، وإذا رأيت الملاهي قد ظهرت وليس له من مانع. فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى بعض أصحابه: فاعلموا بأن هناك أمر يراد من الناس، واعلموا بأن الناس في ذلك الزمن في سخط من الله جل وعلا. فإذا ما وظيفتنا سيدي ومولاي؟ قال: عليكم أن تكونوا في طاعة الله ولو كنتم قلها. اليوم للأسف الشديد البعض دائما عند منطق شنو؟ الأغلبية. تقول لي يا عمي حرام، هذه أحكام الله، كيف تتجرع عليها؟ يقول يا عمي كل الناس يسوون، إجت علي وقفت علي. يا عمي أنت لا تشوف إلى الأغلبية. مؤلف القرآن الكريم ماذا يتحدث عن الأغلبية؟ وأكثرهم لا يعقلون، وأكثرهم لا يتفكرون، أكثر الناس في الضلال والانحراف، ولكن انظروا الذين يثبتون هم قلة. دائما في القرآن الكريم: وقليل من عبادي الشكور، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه في يوم من الأيام قاعد في المسجد، هاي في زمن إحدى الخلفاء، قاعد بالمسجد، جو جماعة، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا مصداق. فإجوا قالوا: سيدي يا أبو الحسن، إحنا وياك بس أنت قول. كلهم ضربوا على صدورهم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعلم ما هي النتيجة، هو أبو الحسن. قال إليهم: اغدوا علي بعد صلاة الفجر وأنتم محلقي رؤوسكم ولابسي أكفانكم. يلا هاي الميدان يا حميدة. بعد صلاة الفجر أمير المؤمنين فارغ من الصلاة جلس في المسجد، التفت يمينا وشمالا، لم يأتي. لا أكو فئة دائما قلنا فئة المؤمنة هي قليلة جدا، الفئة التي تثبت هي قلة. لم يأتي من الأربعين إلا أربعة. يعلم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه شنو النتيجة. لذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إلى أبي بصير: يا أبا بصير، اعلم مع القائم، مولانا الإمام الحجة، مع القائم من العرب شيء يسير. يعني الشيعة اللي راح يكونون مع صاحب العصر والزمان يكونون شيئا يسير. أبو بصير قال: سيدي ومولاي، لكن الذين يدعون محبتكم هم كثر، اللي يقولون إحنا شنو؟ إحنا شيعتك وإحنا محبيك ونفرض الولاء إليك، يدعون الكثر. قال: ولأجل هذا، لأنهم يدعون بالإدعاءات فلذلك يميزون ويغربلون حتى يخرج من الغربال خلق كثير. وهذا هو الاختبار الإلهي، ولم تكن الأمة الإسلامية ببدعا عن هذا الامتحان. لذلك انظروا إلى عدد أصحاب بدر، كم؟ 313. طالوت عندما وصل إلى اختبار العطش، بالبداية كان عددهم 1000، لما وصلوا عند النهر اللي نجحوا في الاختبار كم واحد؟ 313. عدد خواص أنصار الإمام الحجة كم عددهم؟ 313. طبعا الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر، مو إذا خرج. شوفوا إخواني، أكو فرق جدا لا يلتبس على الكثير من المؤمنين، هناك فرق بين الخروج وبين ظهور الإمام. كلمة الخروج، هذه الكلمة تستخدم إذا خرج الإمام، عندما نقول خروج الإمام المهدي. الخروج يختلف عن الظهور، الخروج يكون للخواص، يكون للخواص إلى أنصاره اللي عددهم 313، وأما الظهور يكون ظهورا عاما إلى ماذا؟ إلى العالم بأكمله. فلذلك عندما يظهر الإمام تقول الرواية: يخرج جماعة من بطن الكوفة وقد علقوا القرآن على رقابهم، فينظرون الإمام ويقولون: ارجع يا ابن فاطمة، لا حاجة لنا بك.
ربما الإنسان الآن يسمع يقول أنا ما أدري بذاك الزمان أكون منهم أو ما أكون منهم. هذا مرتبط بعملك في الدنيا إخواني. ولذلك شوفوا إخواني كثيرا ما نسمع في الروايات أن الإنسان في حالة الاحتضار لا يستطيع أن ينطق الشهادتين، يتلجلج لسانه. القضية مو قضية النطق أو أن اللسان سالم أو ليس بسالم أو عارض صحي، لا، القضية مرتبطة بعملك في الدنيا، ما تصنعه في الدنيا ترى النتيجة في تلك الساعة. لذلك في القضية المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما دنا الوفاة إلى أحد الشباب في سن الشباب فلم يستطيع أن ينطق الشهادتين، فعلم بأنه عق أمه، عق والديه في القضية المعروفة. فلذلك عندما رضت أمه عن ذلك الشاب، عن ابنها، فاستطاع أن ينطق. ولذلك حتى إذا ظهر الإمام الحجة صلوات الله عليه فهناك من يقف في الإمام، ليش؟ على أي أساس؟ لأن كانت لديهم بعض الأعمال يرتكبونها في الدنيا. أول شيء الظلم على مستوى الأسرة. شوف إخواني اليوم لن نستصغرها بعض ظلماتها، نقول والله أنا فقط ظالم في البيت، أما مع الناس خوش، أما فرعون في البيت. ولكن هذا الظلم الصغير في هذا المجتمع المحدود إذا خرج الإمام الحجة صلوات الله عليه احتمال أنني أظلم حتى الإمام. هناك سلوكيات نمارسها في الدنيا ولو البعض يحتقرها، ماذا ترى نتيجتها إذا ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ مثلا التكبر، اليوم الإنسان إذا مارس التكبر والغرور أيضا ماذا؟ إذا ظهر الإمام عجل الله تعالى له الفرج لربما ماذا؟ يتحول هذا السلوك الصغير في الدنيا قبل أن يظهر الإمام إلى ماذا؟ أنني أطبقه في ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أن يأخذني العزة بالإيد، سواء كان عالم. لذلك لدينا بعض القصص عن بعض حياة العلماء في أواخر حياتهم ماذا؟ انحرفوا في زمن السيد القلبيقاني أعلى الله مقامه، ذلك العالم الذي حضرته الوفاة حتى أنه بصق في القرآن وكان من أهل الضلال، أخذته العزة بالإثم. الشيطان يدخل إلى الإنسان من عدة أبواب، ليس شرطا أن يدخل إليك من باب الذنوب والمعاصي، لا، من حتى من باب العبادة، حتى من باب خدمة الحسين. هاي واحد صاحب مجلس حسيني ينقل هذه القضية، يقول في يوم من الأيام كنا جلوس مع جماعة من بعض المسؤولين المؤسسات الدينية والحسينية، يقول فأخذت أتباهى، والله إحنا هالسنة جبنا هذا الخطيب الفلاني وكذا، بحجة ماذا؟ بحجة التباهي. يقول في عالم الرؤيا، طبعا لست من أهل نقل الرؤى ولكن هذه الرؤيا كانت صادقة كما شخصها أحد العرفاء. يقول في عالم الرؤيا رأيت نفسي قد حملت على الأكتاف فوصلنا عند باب حرم أمير المؤمنين عليه السلام. يقول لما وصلنا، يقول فرأيت من ورائي ملائكة العذاب. يقول لما وصلنا عند باب حرم أمير المؤمنين شفت الملائكة وقفوا ما دخلوا الحرم، فأخذوني يطوفون بيني جدعم الضريح. يقول لما رأيت ملائكة العذاب فقلت إلى أبي الحسن، يا أبي الحسن الآن إذا خرجت من الحرم سوف يأخذونني ملائكة العذاب، فالغوث الغوث. يقول فسمعت نداء من داخل الضريح قال هذا ما فعلته في دنياك؟ قال أما سيدي ومولاي إنني كنت أقيم المجالس على ابنك الحسين، هاي المجالس قال إنها لم تكن لنا
إنما كانت للسمعة والرياء. يقول فأخذتني العبرة فقلت سيدي ومولاي الآن المجالس ما مقبولة ولكن حبي إليك. هذا بعد ماكو مجال للرياء. حتى الإنسان المرائي إذا تفتش في قلبه تشوف هذه المحبة موجودة في قلبه. فقال دعوه فإنه صادق فأنجته تلك المحبة، محبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك حالة التقوى لا تأتي إلا بتزكية النفس. في الروايات ماذا نقرأ؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه. ليش؟ الله أكبر، يعني أنا أعرف نفسي بعدين أعرف ربي؟ نعم، رسول الله يقول من عرف نفسه عرف ربه. ليش؟ لأن الإنسان إخواني من يعرف نفسه ويلتفت إلى ذاته وإلى عيوبه ويصلحها ويتغاضى عن عيوب الناس، يلتفت إلى عيوبه قبل أن يتوجه إلى الناس، فبالتالي قد ماذا؟ قد علم حجم نفسه. ولذلك ماذا؟ عندما الإنسان يعرف نفسه يعرف حجمه، بعدين مو في كل موضوع في كل واردة وشاردة يقحم في نفسه ويعطي برأيه. فمن هنا تقول الروايات ماذا؟ من عرف نفسه. دائما تدعونا بعض الروايات إلى معرفة النفس، ولكن هذه النفس لا تكون في حالة التزكية إلا بالتقوى. يحيى ابن زكريا صاحب هذه الليلة كان يمتلك هذه الحالة. شلون؟ هذا نبيها عند هاي الحالة. أما إحنا شنو نقول؟ في يوم من الأيام يحيى يدخل إلى مجلس أبيه. زكريا كان يعظ الناس موعظة عن النار، موعظة عن الجنة، موعظة عن القبر. وهاي الحالة المطلوبة إخواني، لما يجي خطيب يصعد على المنبر ويعطينا موعظة عن القبر، موعظة عن النار، موعظة عن الجنة، أرى نفسي هل أتأثر أم لا؟ إذا صارت عندي حالة من التأثر والانكسار فاعلم بأنك على حال الخير. أما الإنسان اللي يستمع إلى المواعظ ولا يتأثر فليعلم بأن هناك خلل فليراجع إلى نفسه. يقولون يحيى كان يجلس فكان يبتدئ أبيه زكريا بالموعظة عن القبر. يقول ما إن يسمع كلمة القبر أو النار أو الوعد أو الوعيد فكان يسقط عليه مغشيا، حالة من الانفعال إذا سمع ذكر النار ذكر القبر. يقول إلى درجة في يوم الأيام جابوا يحيى إلى أمه وكان مغمى عليه، فخشيت أم يحيى على ابنها فقالت إلى زوجها زكريا يا نبي الله رفقا بابنه، احنا ما عدنا إلا هذا الولد هذا رأس مال، فرفقا بابننا. فقال بعد هذا اليوم بعد شنو؟ بعد ما راح أتكلم عن النار والوعد والوعيد، راح أركز على جانب شنو؟ النعيم والجنة. لأن يحيى كان ينفعل متى؟ إذا كان يسمع ذكر النار والجحيم والوعد والوعيد. يقول في يوم من الأيام دخل زكريا إلى مجلس الوعظ ليعظ الناس. يقول أول شيء التفت، تفقد المجلس، شاف يحيى موجود أو لا، سأل، قالوا يحيى موجود، فامتنع عن الوعظ عن النار، فبدل شنو؟ فبدل الوعظ إلى التركيز على جانب الجنة والنعيم. يحيى ابن زكريا لاحظ إن أبوه تغير، نبرته تغيرت، أسبوع كامل يتكلم عن الجنة. يقول في أمر غير طبيعي قاعد يصير، فالتفت إلى الرهبان ما الذي يجري؟ قال لأنك كلما ذكر النار فماذا؟ فتسقط مغشيا عليك، وهذا ما أزعج والدته. فلذلك فقرر أبوك زكريا أن لا يتحدث عن النار وأنت في محضره. قال هاي السالفة كذي، قال إذن من اليوم وجاي شنو؟ سوف أأتي وأنا متنكر، ألقي على نفسي رداء. طبعا يحيى أو عفوا زكريا لم يصل إلى مقام أمير المؤمنين أنه يعلم الموجودين بأحسابهم وأنسابهم، لا، ما وصل إلى تلك الدرجة التي كان يمتلكها علي بن أبي طالب عليه السلام.
في يوم من الأيام يقول دخل زكريا إلى مجلس الوعظ فتفقد المجلس، قالوا في الظاهر يحيى موجود؟ قالوا لا يحيى موجود. فأخذ يقول إن في النار واد يسمى السكران وفيه بئر يسمى الغضبان وفيه ماذا؟ وفيه ناس يعذبون آلاء الليل وأطراف النهار، النار البرزخية. يقول ما إن سمع يحيى كلام أبيه حتى سقط عليه مغشيا على الأرض، فالتفتوا الحضور فأزاحوا الرداء وإذا بيحيى بن زكريا. لذلك إلى أن حملوه إلى الدار رشوا عليه الماء فأخذ ينادي وغفلتاه من السكران وغفلتاه من الغضبان، يا مجير أجرني، يا مغيث أغثني. حتى فر على وجهه في البيداء من أثر الخشية من الله. شوفوا هذا الانفعال، هذا يحيى كان يمتلكه. أمير المؤمنين كان يأتي بين نخيلات عند مسجد القبى ويتوسط هذه النخيلات ويصف قدميه أمام الله ويتهجد بالعبادة، حتى جاء أبو الدرداء يقول فرأيت علي بن أبي طالب في يوم من الأيام في حالة الصلاة والتوجه إلى الله فرأيته قد سقط مغشا عليه، يقول فظننت أنه مات فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، قد مات علي بن أبي طالب. فذهبت إلى فاطمة عليها السلام فقلت إليها ما جرى على أمير المؤمنين، فقالت مولاتي والله إنها هي الخشية من الله. ولذلك يحيى عندما قطع رأسه على ضريبة ماذا؟ على ضريبة أنه ماذا؟ لم تأخذه في الله لومة لائم أمام أن يحلل حرام الله. ذاك الملك اليهودي الذي كان يستشير يحيى ما الذي طلبه؟ أن يجوز إليه بأن يتزوج أو يعاشر ابنة أخيه، أو في بعض النقولات كما يقول ابن الأثير أو الطبري ابنته، والعياذ بالله الذي يطلق بزنا المحارم. فقال يحيى بأن هذا حرام، حتى في تلك الشرائح حرام. ولذلك ولكن أم تلك الزانية عندما علمت بأن المنع قد جاء من قبل يحيى فأخذت توسوس لابنتها. ولذلك أمير المؤمنين يقول إنما بدء الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع ورجال يتولون رجالا على خلاف كتاب الله. هنا أهواء اتبعت في هذه القضية. فلذلك فقالت الأم فإذا البسي الملابس الشفافة وهذه الملابس المغرية واذهبي إلى ذلك الملك في حالة السكر، فقدمي إليه الخمر والعياذ بالله، فإذا طلب منك أمرا فاطلبي منه ماذا؟ مقابل هذا المنع رأس يحيى استشفاء وانتقاما. لماذا؟ لأن يحيى أصبح سببا في منع اقتران هذا الملك بمن؟ بابنة أخيه أو بابنته في بعض النقولات. وفعلا إلى أن أصبح ذلك الملك في حالة السكر، إلى أن جاءت تلك الزانية وطلبت من ذلك الملك اليهودي أمرا الذي يتزلزل إليه عرش الله، أنه أن يأتي مقابل هذا المنع استشفاء برأس يحيى بن زكريا على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. وكان في حالة السكر فأمر عسكره بأن يذهبوا إلى يحيى ويقطعوا رأسه، وهذا ما حدث. فذهبوا إلى يحيى وقيل أنه كان في حالة العبادة حتى قطعوا رأسه. لذلك هذا ما يقوله إمامنا صلوات الله عليه، فإنه
رأس يحيى أهدي إلى بغايا من بغايا بني إسرائيل. ولكن ما أشبه قتل يحيى بقتل الحسين، لكن مصيبة الحسين أشد وأعظم. يحيى لم تسبى نساؤه، يحيى لم يطأوا صدره، يحيى لم يرموا جسده بأسهم، لم يأتيه ذلك الحجر الملعون الذي صكت بها جبحة الحسين. يقول زيد بن أرقم، يقول عندما أدخل السبايا إلى الشام، يقول رأيت رأسا وهو يتلو القرآن. يقول ما إن هو يتلو القرآن وإذا بإمرأة ملعونة تأخذ بحجر وتصك بها جبهة الحسين. لذلك من يسألون إمامنا زين العابدين عليه السلام، سيدي ومولاي أي المصائب أقسى على قلبك؟ ما قال كربلاء، واقعا ما قال كربلاء، قال الشام. الشام ايش سووا بالشام اخواني؟ ها على بوابة الزعاوة زينب وقفوها، وقفوها وحرقوا قلبها براس اخوها. ولو بجت زينبها، ولو بجت زينب قام ضربوه وسبوا زكية وشتبوه. قال أنا جبيدي على أهل الضيعة، ضيعوني وبديار غربة يتركوني. قالت يتركوني يتركوني يا ابو فاضل تعالوا من الناقة نزلوني. لذلك ادخلوهم الشام إلى أن وردوا على يزيد. ها شنو لسان حالها زين؟ تقول يا عباس طفينا الدواوي، طفينا الدواوي ونظرات الناس جنى سجاج، ويلي مجلس يزيد توسطينا كلهم يهود ونصارى من كل الأجناس، ومن شافوني ومهبط الراس صاحوا يا زينب وين عباس. الله أكبر. يقول لما دخلوا السبايا إلى مجلس يزيد، ها فأخذ يزيد رأس الحسين ومسكه من شعره، فأخذ يدور على نساء الحسين لكي يحرق قلوبهم. يقول إمامنا الرضا عليه السلام، فبسط يزيد مائدة الخام، فبسط الفقاع والشطرنج، فأخذ يشتم الحسين ويسب فاطمة ويسب أمير المؤمنين حتى سكب الخمر على رأس الحسين. يقول إمامنا الباقر يا غيرة الله، فأخذ يزيد مقصرته
يا الله. فأخذ ينكث ثنايا الحسين حتى تكسرت أضغاثه. خويا يا ضامي حرقا وخيامي بعدك يا غالي خيامي احرقوه. اش قالت بلسان الحال؟ جيتك اخبرك رزية ليه ماتت ترى رقية بمجلس آل أمية. يا خويا دخلونا يا خويا دخلونا. اش قالت بلسان الحال أبا عبد الله وهي تنظر رأس الشريف؟ ترضى هلايا يأشروا علي يقولوا سبي زينب ولو بعدك يا غالي ضيع دلالي منه المحامي جابوني أسيرا. وهكذا زينب تندب الحسين إلى أن خرجت من الشام. شو تقول بلسان الحال الآن؟ شلون ترجع زينب إلى المدينة؟ أنا بيا وجه أطوف المديه وش أقول اللي ناشد حسين والعزين ظل جثة بلا رأس بلا عباس البطل قطعه يمينه. قالت اني منين جدني كربلا حسين يا لا عباس يمي حسين يا لذلك عندما وصلوا إلى قبور الشهداء في يوم الأربعين قامت زينب مشاية من قبر الحسين إلى قبر العباس. شو تقول؟ قالت السوليف يا خويا لو خلص كافي لو اقول لك ايش صوت ايش سوى بجتافي والله يعين قلب ايش كثر الامي أخاف عجي أخويا وتلطم الهامة. شنو يا زينب؟ الهامة قال واحد أريد سكينة خدامة قالت خوي جينا وعلى قبرك قعدنا قعدنا
وهاي